وبيغني منير أيضا بالقاهرة خلال فترة أنيلة، وكان آخر حفلاته ببورتو مارينا بعيد الفطر الماضي، ومن آخر إصدارات منير أغنية كل المفروض مرفوض يلي صورها على طريقة الفيديو كليب. أما منتابع حالتنا ونسمع إذا الله عطاني عمر مشان الحش. على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن شوقه لتونس ولهفته الكبيرة للقاء الجمهور التونسي، وكان سامو أحيا مؤخرا حفلين بمصر خلال فترة عيد الفطر بشرم الشيخ والساحل الشمالي. حالتنا عم نتابع ونسمع من الفنان نيكول سابا هفتلح جديد من مصر. فبيغني الفنان محمد منير قريبا بعدد كبير من الحفلات موزعة بين عدة محافظات بمصر برعاية فودافون، وبيغني منير أيضا بالقاهرة خلال فترة أنيلة، وكان آخر حفلاته ببورتو مارينا بعيد الفطر الماضي، ومن آخر إصدارات منير أغنية كل المفروض مرفوض يلي صورها على طريقة الفيديو كليب. أما منتابع حالتنا ونسمع إذا الله عطاني عمر مشان الحش. دين ووليد غزالي والملحنين كريم محسن هيثم نبيل ومصطفى شكري والموزعين طارق عبد الجابر محمد وأحمد الموجي، وبتقدم زيزي بالألبوم مجموعة من الأغنيات من كلماتها وألحانها. أما حالتنا لليوم من هي مع الفنانة ميريام فارس ونسمع أفلح.